لا تنسوا هذا، واعلموا أن حديث غدير خم، حديث غدير خم هذا هو العمد المستقر الذي يعني يمكن أن تكون من المهد إلى اللحد لم تسمع عنه في مسجد سني، لا تسمع عن الحديث ده. لا كلمة غدير خم دي ممكن تعيش وتموت كسني عندك 70-80 سنة عمرك ما سمعت عن غدير خم دي أبدا أبدا، مع أنها في صحيح مسلم كلمة غدير خم على لسان زيد بن أرقم وفي كتب ومسند أحمد وابن ماجة والترمذي موجودة، وفي كتب التاريخ والسير النبي وقف المسلمين عند غدير خم وقال لهم الخطبة العصماء بعد أن صلى بهم الظهر في الهجير، وقال لهم أيها الناس إن اللطيف الخبير قد نبأني أنني أوشك أن أدعى فأجيب، وإنكم مسؤولون وأنا مسؤول، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت فجزاك الله عنا خيرا. قال اللهم فاشهد. قال ألا تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن جنته حق وناره حق والموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟ يا عباد الله اسمعوا، النبي ما قالش لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، قال اللي هي أصول الدين أصول الاعتقاد وليس التطبيق العملي، أنه يقول ألا تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن أنتوا عارفين أصول الاعتقاد الثلاثة إيه هي؟ التوحيد والنبوة والمعاد. النبي قال التوحيد، التوحيد والنبوة، اعبدوا الله ما لكم من إله غير واحد، اثنين إني لكم رسول أمين، ثلاثة إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أدي أصول الدين الثلاثة الأساسية اللي هم الشيعة والسنة متفقين عليها، عندكم الشيعة عندكم الإمامة والعدل، لكن الأصول الدين المتفق عليها من لدن آدم لحد النبي محمد واحد، التوحيد النبوة المعاد. النبي قالهم ألا تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أدي إيه أن لا إله إلا الله دي التوحيد، وأني رسول الله دي النبوة، وأن جنته حق وناره حق والموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، هو ده المعاد. قالوا بلى. قال اللهم فاشهد. قال ألا تعلموا ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أنا أولى بك من نفسك. عارف يعني أولى مني؟ يعني أنا أتحكم فيك أكثر من روحك، أنا أقودك أكثر. يعني لو أنت الوقت أنا بتكلم، لو النبي يدخل علي الوقت يقول لي طارق وقف الحكي وأنا نفسي أتكلم للصبح، غوي أكلم أو بالشيخ يبقى غوي أتكلم، فنفسي أتكلم، النبي يقول لي بطل، أقول تعظيم سلام انتهى. يبقى هو أولى بك من نفسك. ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من آبائهم؟ لو أبوك يقول لك يمين وشمال، يعني النبي يقول لك لو أبوك قال لك يمين والنبي قال لك شمال يبقى الكلام كلام النبي. ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أمهاتهم؟ قالوا بلى. قال الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ألا من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خاذله. فهل نحن أمة ننصر عليا أم نخذل عليا؟ ووالله ثم والله إننا أمة متخصصة في خذلان علي بن أبي طالب. اللهم انصر من نصره واخذل من خذله، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. الثقلين، الثقل الأكبر كتاب الله، طرف بأيديكم وطرف بالسماء فاستمسكوا به فلن تضلوا، والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي، فإن اللطيف الخبير قد نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي
علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. فجاء عمر إلى علي يقول له: بخ بخ يا ابن أبي طالب، هنيئا لك، أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن، لكن ما في الصدور هو ما في الصدور. التآمر على علي والإطاحة بعلي ورفض الإذعان لكلام رسول الله.